الأهل عم يخافوا يجيبوا أولادهم على المشافي بسبب إنه مسافة بعيدة وصعوبة الوصول للمشفى، الطيران عم يقصف الطرقات فبالتالي عم تسكر الطرقات، والآليات اللي عم تتحرك بالشوارع أو سيارات الإسعاف كمان عم تتعرض للقصف، فالأهل عم يعيفوا الطفل لبين ما يتعب على الخالص، إما بلحقوه بجيبوه عنا أو ما بلحقوه، يعني بكون توفى عندهم. ف يعني مشكلة كثير كبيرة. في مشكلة ثانية عم نعاني منها إنه هي نقص المستلزمات الطبية والمواد الأولية للمشافي. ففي أقسام ناقصنا منها العناية المشددة للطفل. أحد الحالات اللي اجتنا في طفل بده عناية مشددة، اضطرينا نحطه بقسم إنه نحن نعتني فيه قدر المستطاع، فما تحمل وتوفى. أحد الحالات اللي اجتنا في طفل بده عناية مشددة، اضطرينا نحطه بقسم إنه نحن نعتني فيه قدر المستطاع، فما تحمل وتوفى. يوميا ممكن تعدي علينا 3 حالات لـ4 حالات، هدول بحاجة لتحويل خارج حلب، يعني بدهم عناية شديدة للمشافي برا. نحن كنا عم نحول على تركيا بسبب نحن ما عندنا مشافي تحمل هالوضع هذا، أو عناية تتحمل هالوضع هذا، بسبب إنه ما ضل مشافي تحمل هالشيء بسبب قصف المشافي وتدميرها بالكامل. صاروا شلون وضعه، يعني أكثر شيء على الأطفال طبعاً، نحن عم نركز أكثر وضعنا على الأطفال، يعني يمكن الكبير شوي يتحمل بس الطفل ما عنده قدرة ليتحمل، حتى في أطفال عندهم أغذية محددة معينة ما فيهم مثلاً يستخدموا أي أغذية ثانية، وهذا رح يأثر عليهم كثير. يعني أنا معاني كثير من نقص الغذاء وسوء التغذية، هي يعني تخيل عم بتطعميها، كانت عم بتطعميها برغل، هذا البرغل طبعاً 6 أشهر ما بينعطى للطفل برغل، هذا أثر عليها كثير الطفلة وسبب لها حالة الوفاة هاي. بحاجة لحليب، بحاجة لغذاء، بحاجة مثلا للسيريلاك، بحاجة لفواكه، هلا أطفال في عندنا أطفال من 6 أشهر مثلا بحاجة لبيض، بحاجة لفواكه، للتغذية، يعني بأول عمر بالعمر 6 أشهر هن محتاجين هاي التغذية وللأسف يعني مو موجودة هون، اضطروا الأهالي يطعمون الشيء الموجود هون ضمن هاي المنطقة، وهالشيء أثر عليهم كثير وأدى لحالة الوفاة. الوضع كثير صعب، كثير شديد وكثير حرج، لاني هون الاطفال يعني لا ينقص اكثر من المعدات الطبيه، وراح يصير راح يصير راح يصير جوع اكثر، وراح يصير هي بترتفع، اكيد راح ترتفع سوء التغذيه، عادات سوء التغذيه، حالات سوء التغذيه راح ترتفع كثير في هاي الحاله.